مشاهدي الكرام، اهلا بكم معنا في برنامج عالم السرعه والذي ياتيكم عبر قناه بي ان سبورتس الاخباريه في قطر. كالعاده حلقه اليوم تتضمن مجموعه من اخبار السباقات في كافه ارجاء العالم، لكن في البدايه دعوني ارحب بضيف هذا العدد من بيروت خالد كرم الصحفي المتخصص في الرياضات الميكانيكيه. اهلا وسهلا بك معنا، واهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج عالم السرعه. احتفظ السائق الإسباني مارك ماركيف بلقبه بطلا للعالم للدراجات النارية فئة الموتو جي بي إثر احتلاله المركز الثاني في سباق جائزة اليابان خلف مواطنه خورخي لورينتو. لم يكن احتفاظ السائق الإسباني مارك ماركيف بلقب بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى موتو جي بي حدثا عاديا، فعلى الرغم من مجيئه في المرتبة الثانية وراء خورخي لورينتو سائق ياماها في جائزة اليابان الكبرى، إلا أن حلبة موتو جي شهدت إنجازا جديدا لسائق هوندا بعدما بات أصغر سائق في تاريخ الموتو جي بي الذي يحتفظ باللقب لعامين متتاليين وهو ابن 21 من العمر. ماركيف حسم الترتيب العام قبل 3 جولات على نهاية الموسم بعدما بات الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الإيطالي فالنتينو روسي 82 نقطة كاملة. وعلى فرض فوز روسي بالسباقات الثلاث فإن النقاط المتبقية لن تكون كافية له للحاق بماركيف. السائق الإسباني وصل تألقه وترك بصمة في جميع الفئات التي نافس فيها ليحقق انتصاره للمرة 17 من ضمن 32 سباقا شارك فيهم منذ دخوله عالم الموتو جي بي. احتفاظ الإسباني باللقب فتح الصراع على أشدة بين روسي سائق ياماها وداني بيدروزا سائق هوندا للحصول على المركز الثاني. إنه أمر لا يصدق، لا يمكنني أن أتخيل ذلك. ربما يظهر لبعض الناس أن هذا الإنجاز سهل لأنني دائما كنت مبتسما وسعيدا، لكنني كنت أشعر بالكثير من الضغط وذلك كان أمرا صعبا، خاصة بعد جائزة سان مارينو وأرغون حيث ارتكبت العديد من الأخطاء الكبيرة. لكن على كل حال أعلم أن التتويج اليوم كان مهما لهوندا هنا، ولذلك لقد ركزت على السباق وتناسيت أمر التتويج. مرحبا من جديد بخالد كرم طبعا الصحفي المتخصص في الرياضات الميكانيكية. إذا كما تابعنا مارك ماركيف يحصد لقب بطولة العالم للموتو جي بي للعام يعني الثاني على التوالي بحلوله ثانيا في جائزة اليابان الكبرى يعني قبل 3 مراحل من انتهاء البطولة. يعني بالنظر لفوزه بالجولات العشر الأولى يبدو فوزه منطقيا، أليس كذلك؟ فوز منطقي جدا لماركيز في بطولة العالم. بالطبع رأينا ماركيز يتعذب قليلا في السباقات الثلاث الأخيرة، لم يحقق الفوز بها وحلف المركز الثاني في سباق اليابان، جعل هذا الأمر سهل بالنسبة إليه ليحرز بطولة العالم. لكننا رأينا أن ماركيز ارتكب العديد من الأخطاء في الآونة الأخيرة، وهذه تأتي من قلة الخبرة رغم أنه بطل العالم لكنه صغير جدا 21 عاما. بمختصر مفيد لهذا الموضوع، نحن نرى ولادة أسطورة كبيرة في عالم الدراجات النارية، وأعتقد بكل أمانة إذا تكمل هوندا بناء الدراجات النارية المتفوقة بهذا الشكل لن يستطيع أحد أن يتغلب على ماركيز. ليس من الممكن على أحد أن يتغلب على ماركيز.
مركز يقوم بالعديد من المخاطرات ويقوم بالعديد من الأمور ليست معهودة في عالم دراجات نارية، ولا نرى أن شيء يوقفه أو أنه ينزلق أو أنه يخفف من سرعته. صحيح. نراه دائما سريع، يصل أولا روثلس بالإنجليزية، لا يخشى شيئا فعلا. هذا الشيء خطير جدا وسيجعله بطلا أسطوريا. نعم، ذكرت خالد بأنه ارتكب الكثير من الأخطاء ويبدو أنه تفاداها، طبعا تحديدا الأخطاء التي ارتكبها في ميزانه وألاغون. لكن مارك ماركيز ذكر بعد فوزه بجائزة اليابان الكبرى بأن هذا الموسم كان يعاني من ضغط كبير مقارنة مع الموسم الأول. يعني غريب، في الموسم الأول كانت هذه أول مشاركة له كأصغر دراج، هذا هو الموسم الثاني، لكن الضغط في الموسم الثاني أكبر من الموسم الأول، كيف تفسر ذلك؟ هذا شيء طبيعي جدا. في الموسم الثاني عليه أن يبرهن نفسه، عليه أن يبرهن أنه بطل جدير بثقة العالم، جدير بالبطولة التي حققها في أول عام. ضغط كبير من هوندا للتفوق على ياماها، ضغط كبير من زميله في الفريق الذي هو سريع أيضا داني بيدروزا. استيقظ ماركيز من الحلم في العام الأول وبدأ الحقيقة. الآن عليه أن يثبت نفسه أنه أسطورة، ومن هنا يأتي الضغط الكبير، وهذا ما حصل مع روسي في بداياته. روسي عانى من ضغط ولكنه تفوق عليه، ونرى أن ماركيز يفعل الأشياء نفسه. الضغوطات إعلامية، الضغوطات من المعلنين، هناك العديد من الضغوطات. انتهى الحلم في العام الأول والآن بدأ تدوين التاريخ. نعم. وتدوين التاريخ يحتاج للتغلب على الضغط، وهذا الذي يفشل به فيتال في الفورمولا 1 حاليا. نعم فعلا، كما يقال ليس من الصعب النجاح ولكن من الصعب الاستمرار بالنجاح. ننتقل إلى موضوع آخر، خالد ابقى معنا. حيث توج البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس بلقب جائزة روسيا الكبرى المرحلة 16 من بطولة العالم للفورمولا 1، فيما حسم فريق مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين. على حلبة سوتشي التي تستضيف للمرة الأولى إحدى مراحل بطولة العالم للفورمولا 1، واصل السائق البريطاني لويس هاملتون زحفه نحو إحراز اللقب العالمي للمرة الثانية في مسيرتها، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي والتاسع هذا الموسم بسيطرته على جائزة روسيا الكبرى المرحلة 16 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره ساعة و 31 دقيقة و 50 ثانية و 74 جزءا من المئة، ما سمح له بتوسيع الفارق الذي يفصله عن زميله وملاحقه الألماني نيكو روزبرغ إلى 17 نقطة، بعد أن حل الأخير ثانيا، ليحصل فريقهما مرسيدس على ثنائيته التاسعة هذا الموسم وفوزه 13 من أصل 16 سباقا، ما سمح لفريق مرسيدس أيضا بحسب لقب الصانعين برصيد 565 نقطة أمام ريد بول رونو بطل الأعوام الأربعة الأخيرة. أنا سعيد جدا بأن أكون هنا، كانت نهاية الأسبوع رائعة، الجماهير والأجواء والتنظيم روسيا كانت ممتازة بالنسبة لي ولفريقي، أنا ممتن لكل هذه المساندة وأتمنى أن أعود إلى هنا في المستقبل، إنها ليست بعيدة جدا من بلدي لذلك سوف آتي دائما. فوز هاملتون بالسباق 31 في مسيرتها جعله يعادل رقم نايجل مانسيل كأكثر السائقين البريطانيين فوزا على حلبات سباقات الفئة الأولى، معززا حظوظه بالانضمام إلى لائحة السائقين الفائزين باللقب مرتين، إذ سبق له أن توج بطلا للعالم مع ماكلارين مرسيدس عام 2008. دائما مع أخبار الفورمولا 1، حيث أكد الرئيس السابق لفريق فيراري لوكا دي مونتي دي مولو رحيل الإسباني فرناندو ألونسو عن الفريق نهاية الموسم، وذلك لأنه يريد بيئة جديدة ويحتاج للعودة إلى الانتصارات. كما أكد دي مولو أن ألونسو يشعر بالإحباط لعدم فوزه باللقب في السنوات الماضية،
ولم يؤكد فيراري رسميا هذا الخبر، رغم أنه بات وشيكا حسب عدد من التقارير الصحفية في أروقة بطولة العالم للفورمولا 1. إذن خالد، كما تابعنا فوز مرسيدس بلقب الصانعين لأول مرة في تاريخه يوازيه خيبة فيراري الفائزة سابقا ب16 مرة بلقب الصانعين. يعني هذه السنة سائقو فيراري لم يصعدوا إلى المنصة إلا مرتين. مرسيدس تنتظر هذا اللقب منذ عودتها لفورمولا 1 كفريق مصنع عام 2010. كانت تتوقع مرسيدس الفوز بهذا اللقب بسبب تغيير القوانين، وكانت كانت الشركة المتحضرة بشكل أفضل لهذه التغييرات. وبالفعل نرى أن كل الفرق المزودة بمحرك مرسيدس هي في الطليعة، والفرق الأخرى أي ريد بول بطلة العالم عانت لكنها في المركز الثاني. مرسيدس أسرع ومتفوقة بشكل كبير. على صعيد السائقين نرى أن لويس هاملتون حصل معه شيء رائع جدا من بعد العطلة الصيفية، حيث أتى بزخم أكبر وبراحة نفسية وصفاء ذهني أكبر. نراه يسيطر على روزبرغ بشكل كبير ويدفعه للعديد من الأخطاء. هذا ما مكن هاملتون من الفوز بالسباقات الأربعة. أما بالنسبة لفيراري، فيراري تعاني من مشكلة إدارية كبيرة جدا. بالإدارة الكبيرة للفريق على صعيد الصف الأول، أي خروج لوكا دي مونتيزيميلو، وبالإدارة الميدانية للفريق، نرى غياب أسماء كبيرة من الفريق التي حققت بطولات أسطورية مع شوماخر كروس براون، ألدو كوستا، روري بايرن. هؤلاء المهندسين كانوا أمجاد فريق فيراري إلى جانب شوماخر. قام الفريق بردة فعل صغيرة جدا بين عامي 2007 و2010، لكنها لم تستمر، وبدأ إذا ممكن القول العد التنازلي لأيام فيراري الإدارية. نرى لوكا دي مونتيزيميلو يخرج، دومينيكالي يخرج. تحدثت خالد عفوا عن يخرجون. خالد عفوا، تحدثت يعني عن المغادرين، نتحدث ايضا عن مغادره فرناندو الونسو. طبعا هناك معلومات عن قرب المغادرة رحيله اكبر من طبعا فيراري وتوجهه الى مرسيدس. اليوم من الذي يعيش حاله احباط، فيراري ام الونسو برايك؟ ألونسو يعيش حالة إحباط على الصعيد الشخصي، لأنه يتقدم في السن ولم يحرز عدد البطولات التي يطمح إليها، ويرى فيتال الذي هو بنظر ألونسو أقل منه موهبة وليس بالسائق الأفضل في على صعيد الفورمولا 1، وهذا بنظر ألونسو طبعا وبنظر الكثير من المحللين، يحرز 4 بطولات على العالم متتالية. أين ألونسو منها؟ لا شيء. فيراري محبطة أيضا على صعيد خاص كفريق، أنها بعيدة عن البطولات منذ عام 2008. نعم. بطولة الصانعين، هذه مشكلة كبيرة. لكن ألونسو محبط الآن أيضا لأنه ليس بوضع جيد في سوق الانتقالات. كان هدف ألونسو إبقاء هذا الموضوع سريا للاستطاعة للتفاوض بالشكل الذي يريده مع مكلارن أو مع مرسيدس، لكن خطوة فيتال بالذهاب من ريد بول وإعلانها مسبقا وأعلن قدومه إلى فيراري هي التي خربطت أوراق ألونسو كلها. وألونسو الآن في وضع صعب جدا في سوق الانتقالات، وشروطه بدأت تقل، فهذه مشكلة كبيرة لألونسو. يعاني ألونسو كثيرا، ممكن أن لا نرى ألونسو بالفورمولا 1 العام المقبل. ممكن. إذن شكرا لك خالد كرم، الصحفي المتخصص في الرياضات الميكانيكية، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت.